ماكو مؤامرات دفاعات. هذا حديث مباشر صار بيني وبين السيد مقتدى. سيد مقتدى الصدر في كل محاولة من محاولاته للإصلاح للتغيير يكاد أن يصل إليها لكنه ينسحب سرعان ما ينسحب. هل هذا الانسحاب ملفت للنظر؟ هل هو تحت الضغط أم ضعف بالتخطيط؟ لا هو تحت الضغط بالتأكيد. تحت الضغط أي طبعا. وتخطيطه بائس. يعني أنا أقول لك شيء يعني ما راح أذكر الاسم. أحد قادة الصدريين. أي. تيار الصدريين. نعم. أحد أبرز قادتهم. يقول لي إجاني لي يتوسل بي يقول لي يا أخي هذا إحنا من تشلس تتذكر من سووا الاعتصامات. أي. وفي مجلس النواب وخارج مجلس النواب وبطلوا بالنتيجة. قال لي قنعة للصدر إنه ما يصير هيك يطلع. قلت له إيش عليه يا قنعة؟ قلت له شو يعني قنع الناس؟ واحد من أقرب الناس اللي هسه وياه بعد وياه. اي فاكو اكو اكو ملاحظات على سماحة السيد مقتدى واضحة. انا قلت له احنا السيد مقتدى قال له انا ما اعرف واحد من بيت الصدر يدور شيء يسمي ولا احد من بيت الصدر يدور اشتكاك بعد. قلت له قسم منهم كانوا بعثين ويانا بالحزب من هاي كنت بعثين. الناس اوادم واشراف ما ادين احد بالعكس كانت كلهم في خدمة العراق وفي خدمة المواطن العراقي. فأنت ليش هالقساوة على البعثيين وليش هالقساوة على هذا حديث مباشر صار بيني وبين السيد مقتدى. فالمشكلة يا أخي تدري أكو دار مدار يروجولة مثل ما دار مدار الآخرين. دار مدار الآخرين يروجولهم ويقرون بذهنهم ويوصلهم أخبار مو صحيحة ومو دقيقة. فلان حكى عليك وفلان راح. تدري احنا بلد يعني نظرية المؤامرة نؤمن بها. كنا بغض النظر انه كنا نعتقد انه اكو مؤامرات دفاعات